يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: اسمي سهام، عمري 22 سنة. قصتي بدأت من يوم خلصت الثانوية. أهلي عندهم البنت لما تخلص ثانوي على طول تتزوج. ترى إحنا مرة عندنا كل شيء عيب وخطأ، يعني أنا إنسان مسكر عليها من جميع النواحي، حتى وظيفة كان ممنوع علينا، حتى الجامعة ما كملتها، وأحمد ربي إني خلصت ثانوية. خواتي منهم اللي خلصوا المتوسط وتزوجوا على طول. المهم تقدم لي رجال وأهلي كانوا يمدحونه. من مدح أهلي أنا وافقت على طول، لأن ما عندنا إنه البنت تفكر وتستخير ولا شيء، حتى خواتي الكبار نفس الشيء. فأنا قلت لأمي: مو مشكلة، إذا عاجبك أنت وأبوي ما عندي مشكلة. طبعا الولد اللي تقدم لي ما طلب يشوفني ولا شيء، وأنا كنت ساكتة بحكم إنه عائلتنا حنا عندنا عيب الشوف الشرعية. المهم ما شفت شكل زوجي إلا يوم تزوجته وأنا على الكوشة. ذيك الليلة شفت شكله. تخيلوا اني جلست لي سنة كاملة مملكة وانا ما اعرف شلون شكل زوجي، بس كنت اقول انه ابوي ما راح يجيب لي الا الخير. بيوم الزواج دخل علي زوجي وانا كنت واقفة منزلة عيوني تحت. تيجي امي جنبي وتقول لي: يا بنت ارفعي راسك. ترى امي انسانة مرة قوية وشديدة وتخوف، انسانة عصبية الله يصلحها. المهم تقول لي: يلا يا بنت ناظري فوق. وانا على طول اناظر فيه، الاقي رجال ما اقول لكم انه حلو، ما عليه كان انسان عادي. جاء وجلس جنبي وبدينا نتصور كده، هو بس يتبسم. والله العظيم اني بس اناظر للكاميرا وعيوني مليانة دموع. تقولون انت اللي موافقة على زوجك؟ ايوه انا موافقة عليه، بس كنت خايفة لاني اول مرة بحياتي اقعد جنب رجال. المهم تم الزواج، رحت انا وياه الفندق وجلسنا سوا، وشهر عسلنا ما طلعنا برا دولتنا، كان كله داخل المملكة وكده، وخلانا نروح عمره من هالكلام. وانا كنت مبسوطة وساكتة. رجعنا وسكننا عند أهله بالدور اللي فوق، غرفة وحمام الله يكرمكم وصالة. طبعا الغرفة هذه مؤسسها هو وأمه. وزي ما قلت لكم حنا خلصنا شهر عسلنا أسبوعين تماما. أول ما جيت عندهم الصباح الله لا يوريكم الساعة 6، أسمع صوت الباب طق 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 على غرفتنا، وأنا كنت نايمة ومنفجع. قلت: مين؟ قال لي: قومي افتح الباب. وأنا أفتح الباب إلا هذه أمه تقول: يلا يا بنت قومي سوي الفطور. يا ربي انصدمت، يعني أنا عروس جديد؟ قالت: يلا ما في دلع يلا. طبعا هم كانوا كل يوم على واحدة من حريم عيالها تسوي الفطور، كانوا ثلاث حريم متزوجات غيري ونفس طريقتي، كل واحدة لها غرفة وصالة وكل يوم على واحدة تسوي الفطور. طبعا حنا نظامنا إنه الوحدة لازم تسوي خبز الصاج وكذا، وأبوه كان شايب بالبيت ما كان يرضى يأكل أي شيء من برا. قلت أنا بيني وبين نفسي: ما باقي إلا نحط مزرعة برا عشان نجيب الأغراض منها، أقصد البيض والحليب وكذا. المهم كنت ساكتة وأسوي له كل شيء يبيه، واستمرت حياتي وحملت بطفلي الأول. ويا ناس زوجي كان حرفيا ساحب علي، يجيني مرة مرتين ويروح عند أخويا استراحات وحركات وسهرات. في البداية أنا سكت، بس والله حسيت إني حرفيا شغالة لعائلته. صح إنه حريم أخوانه الثانيات بيسوون فطور وكذا، بس مو مثلي أنا، لأني ساكتة وما أتكلم كنت بعد أنظف البيت. وترى الخدامة ممنوعة في بيت الشايب اللي هو أبو زوجي، يقول ما تدخل بيتي أبدا، وأنا كنت ساكتة وأشتغل. وحملت بطفل الثاني وجبت بنوتة. بعدها أقول لكم ضاقت علي الدنيا بشكل مو طبيعي. أذكر وقتها كان عمري 20 سنة، رحت لزوجي وقلت أنا بكمل دراستي. والله العظيم يا ناس أول طلب بحياتي أطلبه من يوم تزوجنا، صار لنا 3 سنوات متزوجين ما طلبت منه شيء، ويوم قلت أبدرس نزل علي العقاب وقام علي ذاك اليوم. تخيل يقول لي: يلي ما تستحين تدورين الجامعات والجامعات وطلعات البنات، حنا ما عندنا حريم يدرسون جامعات. أنا وقتها أقسم بالله إني خفت. تدرون إيش اللي خلاني أقول أبي أدرس الجامعة؟ هو عنده أخوات ويروحون الجامعة، كيف يقول لي ما عندنا حريم يروحون للجامعة وخواتي يدرسون؟ والله جلست أبكي وزعلت عليه. قام قال لي: خلاص أنتي محروم عليك المصروف مدة شهر. تخيلوا ما يعطيني ولا ريال ويقول لي أنزلي كلي من أكل أهلي. طبعا كنت والله اتفشل انزل واخذ لعيالي، وصارت حياتي انا وياه زي الزفت. وقتها ما قدرت اتحمل، اخذت عيالي ورحت لبيت اهلي، وانا جالسه ابكي واقول ما ابي ارجع له ما ابي. ابوي كان يقول: يا بنتي الله يصلحك ارجع لزوجك وما ادري ايش، كان يحاول يصلح بيننا. بس تدرون الصدمه ايش؟ ان زوجي ارسل ورقه طلاقي على طول،
تخيلوا انه طلقني ولا هم ولا طقيت عنده خبر، والله اني انهرت، حتى ما حاول يجي يراضيني، كيف نسى اني كنت طيبة معاه؟ بس سبحان الله ما توفقت مع زوجي هذا. المهم بدأت اعيش عند اهلي، والله لا يوريكم يا اني عشت حياة الحسرة. مو قلت لكم ان امي قوية الله يصلحها ولسانها طويل، وخواتي ما يجون البيت بسبب هواشها الله يهديها ومشاكلها الدايم معاهم. تحملت اني اسكن عند اهلي لاني خلاص انفصلت عن زوجي، وين اروح انا وعيالي وهو حرفيا ساحب علينا؟ ما كملت يومين عند اهلي الا امي تهاوش عيالي وصياح ومشاكل، تقول عيالك معفنين بس يوسخون البيت ومدري ايش، وتهاوشني انا وعيالي، وعيالك بس ياكلون خلصوا اغراض البيت ومدري ايش. حسيت بالضيق بشكل مو طبيعي، والله يا ناس اني كنت ما اقصر، كل شي يرمون عيالي اقوم انظفه، والمطبخ اغسله، اكلي لما اسويه انظفه، بس ما اسلم من امي ومن مهاوشتها لي ولعيالي. انا وقتها قلت مالي الا ابوي اروح استفزع فيه، رحت ركض عند ابوي وقلت له السالفة كاملة، ولقيته يقول عادي يا بنتي هذه امك تحمليها، شوفي انا متحملها سنين وساكت. ابوي انسان مسالم ويبيني انا اسكت بعد. انا لو عن نفسي عادي والله لاسكت، بس اطفالي المساكين ليش هي عليهم كذا؟ ابوي يقول لي يا بنيتي نصيحتي لك، اقعدي بغرفتك انت وعيالك ولا تنزلين خير شر، وتسلمين من امك الله يهديها. المهم انا سويت اللي قاله ابوي، بس عيالي الله يصلحهم ينزلون تحت ياخذون اكل يروحون للحمام الله يكرمكم، وامي ما تخليهم بحالهم، وزي ما قلت لكم عيالي نزلوا كعادتهم. الا شوي بسم الله أمي دخلت علي بغرفتي وفتحت بابي وهي تصرخ، تقول أنا يا الله متحملة خشتك في بيتي، تجين تزعجيني بعيالك وتبيني بعد أربيهم؟ يلا خلي زوجك ياخذ عياله ويفكني منهم. قلت أنا يما أنت إيش قاعدة تقولين؟ قالت أقول خلي زوجك ياخذ عيالك ويفكني منهم. جلست أبكي عند أمي أقول يما اللي تبينه أسوي لك، بس الله يوفقك، عيالي لا، وفكيني من هالسالفة. وأمي تطلع. طبعا أنا وقتها على بالي إنها بس كلام، تخيلوا راحت دقت على أهل زوجي وقالت تعالوا خذوا عيالكم تراكم غثيتونا فيهم، وكأني أنا ماني بنتها وهذولي ما هم عيالي وأحفادها. بعدها بيومين حرفيا جو أهل زوجي ياخذون عيالي، وأنا جلست أبكي. جتهم زوجي قالت أباخذ عيالك، قلت لها عيالي أبيهم، قالت إيش تبين فيهم يلي ما تستحين؟ أمك دق علينا تقول تعالوا خذوا عيالكم، عيال ولدي ما لهم مقعد هنا، وانت تقولين بتعتنين فيهم؟ والله إنك خايسة من يوم أخذك ولدي. وأنا أبكي وحالتي حالة وصرخ، أبوي يمسكني ويجرني ويدخلني الغرفة، أقول والله ما أخلي أحد ياخذ عيالي. قال أبوي اسمعي يا بنتي إسهام، خلي عيالك يروحون عند أبوهم وأبشري أنا راح أروح أجيبهم بعد ما نقنع أمك، لما تشوفك أمك إنك مشتاقت لهم كذا يمكن هي توافق. وجلس يقنع فيني وأنا اقتنعت لأني غبية غباء مو طبيعي. أم زوجي أخذت عيالي وراحت فيهم، وجلست زي الهبل أنتظر أسبوع أسبوعين ثلاث شهر وهم يسحبون علي. الله لا يوريكم، دخلت بحالة اكتئاب، صرت مسكرة على نفسي بغرفتي وما أبي أنزل أشوف أهلي لأن مالي خلق لهم، حرفيا جيت بنهبل، أنا لا لي حول ولا قوة، أقول لكم ما عندي ولا ريال ولا عندي وظيفة، حرفيا منتفة. نجاني الله سبحانه وتعالى، صرت حرفيا كل ليلة أقوم الليل وأصلي وأدعي وأبكي من قلبي، أدعي ربي إنه يفرج علي، أدعي إنه يوفقني ويعوضني عن اللي أنا عشت فيه ويجمعني بعيالي. والله يا ناس حرفيا كل ليلة صرت أبحث عن وظائف، يمكن بلقالي وظيفة أسترزق منها وأطلع من بيت أهلي، لعل وعسى سبحانه يفرج علي وأقدر أشوف عيالي مرة ثانية، وأحوس بالمواقع وأبحث عن الوظائف اللي يقبلوني بشهادتي. يا ناس يمكن 100 وظيفة اللي قدمت عليها، وسبحان الله كان عندي إحساس قوي إني رح انقبل في واحدة منهم، والحمد لله انقبلت بوظيفة وكان راتبها زين. وجلست أصرخ زي المجنونة بالغرفة وأبكي، وعلى طول من أول يوم أباشر ويا ربي لك الحمد متيسرت وصار عندي دخل، ومر أول شهر وعلى طول طلعت من بيت أهلي وأخذت لي شقة زينة تكفيني أنا وعيالي، وأروح لكم طيران وأخذ عيالي، وأهل زوجي أصلا ما رفضوا، أحس كأنهم يبون الفكة من عيالي، أخذتهم معايا الحمد لله، والحين وضعي زين، عندي شقة وعندي دخل يا رب لك الحمد. حسيت بالأمان، حسيت إنه لي قوة، والحمد لله كل هذا الفرج من الله سبحانه وتعالى، يوم إني داومت على الصلاة وقيام الليل ودعائه سبحانه، والحين أنا مرتاحة ومع عيالي اللهم لك الحمد. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.